اعزائي المشاهدين مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. في البدايه بحب ارحب بزميلتي نور. اهلا يا نور، ازيك؟ اهلا يا مها، ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام الحمد لله، بموت في ضحكتك والله. انت بتحبي دي؟ بحب البن دي جدا يا جماعه، والله انا نفسي الناس تبعت لنا ارائها على على البرنامج بقى، اموره ولا مش اموره، علشان تصدق والله زي القمر. ربنا يخليك يا حبيبتي. وبما اننا بنتكلم كلام لطيف كده في البدايه، فحلقتنا النهارده عن الكلام. الكلام هو الطريقة اللي بنعبر بيها عن مشاعرنا، عن احتياجاتنا، هو اللي بنقيم بيه الحوار ما بين أي حد في الدنيا، ما بين أي اتنين في الدنيا. ساعات بنقول كلام ما بيتفهمش صح، وبالذات لما بيكون الموضوع بين الرجالة والستات. احنا دايما بنتكلم أو بنهتم في برنامجنا بالمواضيع دي ما بين الزوج وزوجته، الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته. دايما ما بيعرفوش يتواصلوا قوي عن طريق الكلام، ودايما نقول ايه، اصلها فهمتني غلط، اصل هو فسر كلامي غلط، اصل هو مش عارف ايه. ليه ما بنعرفش نتواصل؟ كتير جدا بيقولوا او علميا بيقولوا ان احنا في اختلافات ما بيننا، والواقع بيقول ان في اختلافات ما بيننا، ده في الطباع، في الافكار، في طريقه تعاملنا مع المشاكل. لكن لو على الكلام، دايما بنقول كلام ونقصد حاجه تانية. من ضمن الأمثلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها صح قبل الحلقة كده أنا ونور، فنور قعدت تضحك وقالت لي على فكرة كل المكتوب هنا ده كله أنا بعمله وأكتر وأكتر كمان وأكتر. طيب تعالي نضرب أول مثل كده، هنضرب شوية أمثلة يعني للحاجات اللي احنا بنقولها، اللي هو مثلا زي إيه، تيجي ست هي وجوزها يتكلموا، تقوم تقول له إيه، أو يقول لها تعالي نتكلم، تقول له مفيش حاجة نتكلم فيها، مالك مفيش حاجة. هل مفيش حاجه دي معناتها انه فعلا مفيش حاجه؟ لا، معناتها ان في حاجه، وحاجه كبيره كمان مخلياها تقول مفيش حاجه. بالظبط، صح صح طبعا. وليها واي اصل، يعني هو برضو هو كل موقف وليه طريقه. وكلمه مفيش حاجه دي بتحمل 100 مليون معنى، وفي معنى فيهم بينقط سم كده زي ما بنقول. فيعني في بقى اللي هو مفيش حاجه، وفي مفيش حاجه، وفي لا مفيش حاجه عادي. فيعني هو الفكره ان لو مفيش حاجه عادي يبقى فعلا مفيش حاجه. لكن مفيش حاجه، لا في حاجه، لا أيوه في حاجه، وحاجه كبيره كمان. تون الصوت، عشان كده دايما اقول لكتير جدا من اصدقائي اللي